عودة لحضراتكم وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عمرو الدرديري رئيس تحرير بوابة الأهرام الرياضية وناقدنا الرياضي المميز. في الحقيقة عندنا أخبار كتيرة جدا النهاردة عن منتخبنا الأولمبي، عن النادي الأهلي ونادي الزمالك ومعسكراتهم إن شاء الله الفترة القادمة، المدير الفني القادم لنادي الزمالك مع ناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عمرو الدرديري. خلينا نروح ونناقش هذه الأمور وخاصة موضوع وقضية عودة الجماهير الفترة القادمة، لأن الحقيقة أمر مهم جدا جدا مناقشته في الفترة القادمة علشان نصل في النهاية لتوصيات سليمة 100% تؤمن عودة جماهيرنا لمدرجاتنا في الفترة القادمة. أستاذ عمرو أهلا بحضرتك معايا. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. أستاذ عمرو يمكن خلينا نبتدي معاك من المنتخب الأولمبي، المنتخب الأولمبي ومباراته السابقة أمام الجزائر، يعني أعتقد كلنا توقعنا أنه ممكن يكون الفوز من حليف منتخبنا الأولمبي لأنه الأفضل، وأنه حتى ده شفناه في من أثناء المباراة أو في خلال المباراة، ولكن التعادل وده وارد في كرة القدم، ولكن للأسف عندنا مباراتين قويتين جدا نيجيريا ومالي، واتفرجنا امبارح على معظم الأجزاء كبيرة من المباراة وشفنا قد ايه أداء الفرقتين مميز جدا. الحقيقة المنتخب الأولمبي نقدر نقول أنه أخفق إخفاق شديد جدا بالتعادل، كان في متناوله أن يكسب المباراة، هو الفريق اللي كان أجهز ومنظم أكتر في الملعب. المنتخب الأولمبي بيضم كوكبة من النجوم الصاعدين الممتازين، وأعتقد أن دول هم أمل ومستقبل الكرة المصرية في الفترة القادمة، لكن امبارح المباراة لم تدار بالشكل الفني بالمستوى المأمول بالنسبة لجماهير الكرة المصرية. الحقيقة المنتخب الجزائري منتخب أقل تنظيما من المنتخب المصري، أقل سرعة من المنتخب المصري، يمكن الهدف اللي دخل مرمى مصر كان هدف في نوع من الاستهتار الشديد، حتى الكل لام حارس المرمى مسعد عوض، ويمكن اتعملت هاشتاجات كتير، يعني مش عايزين نتحامل عليه الحقيقه، يعني لا بدون تحامل، لكن هو يعني حصل نوع من الخطا الهدف يعني لا بشكل عام هاشتاجات. انا عايز اقول ان حتى ولو هاشتاجات حصلت ولا بتاع هو الناس بتنقل الواقع، لكن عايز اقول ان مسعد عوض تعامل مع كره بنوع من التهاون. في بعض مآخذ على الجهاز الفني في هذه المباراه في بعض التشكيل، لان في بعض اللاعبين بعاد جدا عن التشكيلة الأساسية لفرقهم في الدوري المصري، وبالتالي دفع بيهم الكابتن حسام البدري. لكن كل مباراة لها ظروفها، أرجع أقول كل مباراة لها ظروفها وكل مباراة لها طبيعتها. إن شاء الله مباراة نيجيريا القادمة هي مباراة مهمة جدا في مسيرة المنتخب في الفترة الجاية. أعتقد أن منتخب مصر لو عمل نتيجة إيجابية مع نيجيريا وهو قادر، رغم أن احنا شفنا مستوى الكرة في نيجيريا أو مالي اللي معنا في المجموعة، شفنا قد إيه هما مستواهم عالي جدا، فرق أكثر تنظيما من المنتخب الجزائري، أفضل تكتيكيا ومهاريا من المنتخب الجزائري. الكرة عندهم أسرع بكتير، نقل من الهجوم للدفاع والتحول من الدفاع للهجوم عندهم أفضل بكتير من المنتخب الجزائري. أعتقد أن المنتخب الجزائري هو أقل فرق المجموعة، لكن زي ما بيقولوا هي البداية، ضربة البداية دايما بتبقى الظروف فيها مختلفة، فبالتالي هي ضربة البداية ما كانتش بالشكل المأمول لمنتخب مصر. أتوقع إن شاء الله إن رجالة مصر يكونوا أفضل وأفضل حالا في المباراة القادمة، ويخطفوا إن شاء الله المكسب من نيجيريا. هو طبعا مباراة صعبة جدا أو في غاية الصعوبة، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم، لغة كرة القدم ما تعرفش غير القوة والأداء القوي واللعب على المكسب وتحقيق الأهداف والإصرار والعزيمة طبعا. فبالتالي إن شاء الله إحنا هنعمل ده. طيب حضرتك تتوقع إن كابتن حسام بدري يغير في تشكيل اللاعبين في المباراة دي نيجيريا؟ توقعت إن كابتن حسام هيبدأ من حيث انتهى مباراة الجزائر، لأن هو يمكن تشكيل البداية كان فيه بعض المشاكل، لكن تشكيل النهاية كان أكثر ملائمة للأجواء. أعتقد إنه هيلعب بمهاجم وحيد ايضا في هذه المباراه، هو لعب في المباراه الاولى بمهاجم وحيد اللي هو كريم نيدفيد، اعتقد ان برضه هيلعب بمهاجم وحيد، لكن اعتقد انه هيتغير، هيبقى محمد سالم لانه لما بدا في الشوط الثاني كان اكثر حيويه وكان اكثر نشاط وحرك منطقه الخطره قدام المرمى. اعتقد انه هيبدا بمحمد سالم، واعتقد انه هيبدا بتشكيل النهايه اللي هو ختم بالمباراه. كون هذه المباراه
مصيريه، بمعنى انه الفشل فيها لا قدر الله بيعني صعوبه التاهل، والفوز فيها بيعني يعني اقتربنا بشكل كبير جدا من التاهل. شايف دي ممكن تاثر نفسيا على اللاعبين والجهاز الفني؟ والله هي انا شايف انها تزيد اللاعبين اصرار على المكسب. دايما اللاعب المصري او معدن اللاعب المصري بيظهر في المباراه الصعبه، بيظهر في المواقف الصعبه. اعتقد ان ده موقف صعب جدا اتحط فيه منتخب مصر بسبب مباراه البدايه، لكن منتخب مصر قادر لان احنا عندنا لاعبين على مستوى عالي جدا، عندنا كافراد مجموعه جيده جدا، عندنا مستقبل الكرة المصرية معظمه في هؤلاء اللاعبين، عندنا أسماء لمعت في الفترة الأخيرة ولمعت لأنها بتلعب فعلا كرة حديثة، كرة مميزة. أعتقد أن ده هيساعدنا كتير. معدن اللاعب المصري دائما بيظهر في المباراة الصعبة، بيظهر في المواقف. أعتقد أن ده موقف هيسجل لهؤلاء اللاعبين، إن شاء الله نكسب المباراة أو على أقل تقدير نتعادل. لو تعادلنا هيبقى الموقف فيه صعوبة بعض الشيء لأنها تنتظر الجولة الأخيرة مع مالي، لكن أعتقد إن إحنا ممكن إن شاء الله نفوز ونفجر المفاجأة ونفرح الشعب المصري والجمهور المصري. نتمنى ده إن شاء الله، كل التوفيق لكابتن حسام بدري، كابتن حمد المصري، كابتن أسامة عربي واللاعبين والجهاز الفني الكامل لمنتخب مصر الأولمبي في هذه المرحلة، مرحلة مهمة جدا جدا لهذا الجيل أستاذ عمرو، لأنه تأهلنا ريو دي جانيرو ووجود كمان مجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب الأولمبي في المنتخب القومي كنواة أساسية لمنتخبنا القومي في الفترات اللي فاتت بالتأكيد بيعني ليهم الكثير جدا. التأهل لريو دي جانيرو كمان هيفرق معهم في مستقبلهم بعد كده إن شاء الله. طبعا التأهل لريو دي جانيرو ده أعتقد يعني هدف كبير وهدف مهم جدا وهدف أسمى لهؤلاء اللاعبين، وده أعتقد إن هو هتكون البداية لتأهل منتخب مصر اللي كلنا بنحلم بالتأهل لمونديال كأس العالم إن شاء الله. دي هتكون خطوة من الخطوات المهمة على طريق الصعود لنهاية كأس العالم إن شاء الله. عايز أروح مع حضرتك قبل ما أروح لنادي الزمالك والمدير الفني اللي محير ناس كتيرة جدا الحقيقة، يمكن الأستاذ أحمد مرتضى منصور كان معايا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في مداخلة من شوية وقال إن كل اللي موجود في المواقع والصحف هو مجرد اجتهادات، وإن هم بالفعل وصلوا أو حددوا تقريبا اسم للتعاقد مع الفترة اللي جاية، مش عايز اجتهادات كتيرة علشان بتضغط على مجلس الإدارة سواء في المقابل المادي أو اختيار الجهاز الفني أو مين هيبقى من الجهاز المعاون أو لأ، كل هذه الأمور بتضغط شوية على مجلس الإدارة في اختياراته أو تحديد اختياراته الفترة اللي جاية. هاجم مع حضرتك في ده، ولكن خليني أروح معاك للمنتخب الوطني ومواجهة الجابون، يعني المنتخب الوطني بيواجه الجابون 27 أو 28 يناير وديا، واعتقد انه يعني كان الافضل مواجهه الراس الاخضر بما ان الراس الاخضر في الطوال الجابون في التصنيف الرابع، فممكن في مواجهه الراس الاخضر في التصنيف الاول وفوزنا عليها ان شاء الله كان ممكن يعني طبعا ترفع تصنيفنا طبعا. اتفضل. طبعا هي يمكن ظروف الاتحاد الكره، اتحاد الكره المصري كلنا عارفين ان هو اتحاد غير منظم واتحاد بيشتغل في اللحظات الاخيره، فبالتالي الجدول المباراه ما بيكونش منظم. احنا لو شفنا او استعرضنا جميع الاتحادات الدوليه المختلفه سواء في اوروبا او في الدول المنظمه المجاوره بنلاقي ان الجداول دي بتبقى مظبوطه من فترات طويله، ان بيراعوا فيها ترتيب الفرق والتصنيف ده، لان التصنيف ده مهم جدا. احنا في واقع زي اللي احنا موجودين فيه ده كان يجب ان نلعب الراس الاخضر مش لحاجه، ولكن علشان نحسن تصنيفنا، واحنا في اشد الحاجه حاليا لتحسين تصنيفنا علشان هيساعدنا في المجموعه بتاعتنا. فبالتالي لكن في وجود اتحاد الكره غير المنظم وفي وجود اتحاد الكره اللي هو بيلعب في الوقت دايما البطل الضايع وبيسيب المباراه كلها ماشيه سجال وبيجي في الوقت البطل الضايع يبدا يلعب، ففي ظل الظروف دي هنضطر نلعب الجابون، لكن المباراه هتكون مباراه مهمه. الجابون صحيح في التصنيف الرابع واحنا في التصنيف الثالث، احنا محتاجين نطلع التصنيف الثاني، لكن الفوز على الجابون يعني شيء مهم جدا. منتخب مصر يمكن تعلم من الدرس في الفترة اللي فاتت، بدأ يستوعب مستر كوبر الأحداث الماضية وبدأ يستوعب ما حدث في مباراة تشاد الأولى في تشاد، وبدأ يصلح من فرقته، بدأ يعدل من طرق اللعب بتاعته، وبدأ يعدل من اختيارات اللعيبة نفسهم. أعتقد أن الفترة الجاية منتخب مصر بعد ما استوعب الدرس ده وبدأ يحط رجله على البداية الصحيحة هو هيدخل على دوري المجموعات بعد مباراة الجابون. أعتقد أن المجموعة بتاعته دي هيكون لينا حظوظ، رغم أن جميع المجموعات بكل المقاييس، لأن إحنا لما نستعرض التصنيف الأول والثاني والثالث هنلاقي كل الفرق صعبة وكل الفرق
عندها الامل وبيحدوها الامل للتاهل لنهايات كاس العالم. فبالتالي انا شايف ان دايما الفريق البطل ما يفكرش في مين هيلعب معاه، لكن يفكر ان انا هكسب كل اللي معايا. فدي سمات الفريق البطل اللي عايز يتاهل. لكن اذا دخلنا في حزبه بيرما اللي هي نلاعب مين ونخاف من مين، اعتقد ان ده هيكون عامل ضدنا مش عامل معانا. ان شاء الله احنا نلعب ونكسب، وحتى لو واجهنا فرق التصنيف الاول وهي فرق كلها صعبه، سواء كوت ديفوار ولا الجزائر ولا غانا، كلهم فرق صعبه يعني، لكن احنا ان شاء الله ان شاء الله قادرين على ان احنا نكسب اذا وضعنا نفسنا في مواجهه حقيقيه وفي المواجهه الصحيحه. طيب عندي خبر النهارده ان الجبليه بتفاضل بين كابتن احمد، كابتن وجيه احمد، كابتن نصر عباس عضو لجنه الحكام لخلافه كابتن عصام عبد الفتاح اللي اعتذر عن او تقدم باستقالته بعد اعتماد الفيفا القائمه الدوليه للحكام 2016. حضرتك شايف انه وقت مناسب؟ شايف الاسماء المرشحه كابتن وجيه احمد، كابتن ناصر عباس لتولي المسؤوليه الفتره القادمه ازاي؟ طبعا الكابتن وجيه كابتن محترم جدا، وكابتن ناصر عباس طبعا ما حدش يختلف عليهم انهم من الحكام الجيدين. لكن انا يعني مع احترامي الشديد احنا لابد ان يعني انا كنت متخيل ان اتحاد الكوره هيبحث الموقف بجديه، هيبحث هو ايه اسباب استقاله رئيس لجنه الحكام كابتن عصام عبد الفتاح، ايه المعوقات اللي بتواجه الحكام، لان احنا كلنا عارفين ان سيناريو الحكام سيناريو مضحك وسيناريو مخيف في نفس الوقت. سيناريو حكام ما بتاخدش مستحقاتها، حكام عندهم مشاكل كتير جدا، يعني احنا كلنا بنشوف الحكام المصريين ما عندهمش حتى امكانيات، ما عندهمش حتى السماعات مش شغاله، معظم الامكانيات البدائيه اللي موجوده عند حكام كثيرين في المنطقه المجاوره هم أفضل مننا بكتير. فبالتالي حل المشاكل من جانب اتحاد الكرة ورجال اتحاد الكرة كان مفروض يتحط في الأولويات بغض النظر عن مين اللي هيرأس اللجنة أو بنحب مين وبنكره مين. اللي بيحصل دلوقتي ده كله كلام ما بيصبش في المصلحة العامة. اللي بيصب في المصلحة العامة وفي خانة المصلحة العامة هو إن احنا نشوف إزاي مشاكلنا دي ونحلها، لأن مشاكل التحكيم ومشاكل مزمنة ومشاكل موجودة من فترة طويلة، واحنا بكل اسف بنضع راسنا زي النعام في الرمال وسايبين المشاكل تستفحل، ودايما نجيب اللوم على رئيس اللجنه، سواء قبل كده لما ترأس اللجنه الكابتن جمال الغندور وهو حكم مشهود له، الكابتن عصام عبد الفتاح وهو حكم مشهود له، لكن في النهايه ما بتعالجش الاخطاء. الاخطاء قاعده موجوده هي هي. فاتمنى ان احنا ندخل ونغوص ونحل المشكله من جذورها بدلا من الحقيقه. حكامنا يعني اصبح عندنا حكام دوليين، حكام معروفين في الوطن العربي في افريقيا بشكل جيد، وبالتالي محتاج انك تعالج الاخطاء اللي موجوده داخل، لانك الحكام مش هتقدر الناس تشتغل بشكل جيد. لكن عايز اطور كمان طبعا، لكن عايز اقول طبعا الكابتن عصام عمل شغل كويس في اللجنه، لكن عايز ارجع واقول ان الحكام ما زالوا هما الحلقه الاضعف من حلقات كرة القدم، ما زالوا هم الحلقة الأضعف. فبالتالي علشان أنا أحسن هذه المنظومة، الأول إن أنا أشوف مشاكلها إيه وأحل مشاكلها وأغوص فيها، بدلا من أقعد أفكر مين رئيس ومين مدير ومين. الحقيقة نقطة مهمة جدا أستاذ عمرو، وبضيف صوت لصوت حضرتك طبعا. خليني أروح، طيب اسمح لنا نروح لموقع اليوم السابع مع زميلنا أحمد عبد الهادي من موقع اليوم السابع، مع ناقدنا الرياضي المميز الأستاذ حاتم رضا، ونتعرف كده في إطلالة سريعة على صحافة بكرة من موقع اليوم السابع. أحمد مساء الخير. مساء الخير زميلي اشرف ممدوح، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النهار رياضه في كل مكان، يسعدني التواجد في جريده اليوم السابع لمعرفه اهم الاخبار اللي تم نشرها في صحافه الغد مع زميلي الناقد الرياضي حاتم رضا. برحب بيك استاذ حاتم، عايزين نعرف اهم الاخبار التي سوف يتم نشرها في الساعات المقبله. اهلا بك يا حميد. يمكن طبعا هنخش في الاخبار على طول سريعا. يعني حاليا بتعتبر اخبار نادي الزمالك هي الاكثر يعني او الاسخن على الساحه الرياضيه حاليا، نظرا لفي اكثر من حدث مهم في نادي الزمالك. بدايه طبعا باسم مرسي نجم نادي الزمالك وهدافه، يمكن بيمر بفتره حاليا من يعني من الازمات والمشاكل مع اداره النادي. انت عارف ان كان في قرار بمنع التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، لكن باسم مرسي بيصر ان هو بيشير اخبار او بيطلع صور لنفسه كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعي. النهارده كان في قرار من نادي الزمالك بتغريمه
مبلغ 350 ألف جنيه مع التدريب المنفرد. طبعا مستمر القرارات دي لحين عودة المستشار مرتضى منصور من انتخابات البرلمان وحسمها، بحيث أنه يتم حالة الملف ده للمستشار مرتضى منصور شخصيا. بعد كده في النهاردة برضو ومنذ ساعات قليلة في يعني تم تسريب فيديو لمدافع نادي الزمالك إسلام جمال، يعني للأسف بيظهر فيه بشكل غير لائق بيدخن شيشة ومع إحدى الفتيات. أيضا كابتن إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك طلع قرار بمعاقبته بتغريمه 300 ألف جنيه وحالة برضو أمره لمجلس إدارة نادي الزمالك. يتبقى في نادي الزمالك موضوع المدرب الجديد، يمكن يعتبر حاليا الأقرب هو باكيتا البرازيلي اللي كان بيدرب لكده نادي الهلال السعودي، ويمكن بس الحتة المادية هي اللي فيها خلاف. نادي الزمالك راصد 35 أو 40 ألف دولار فقط، لكن الراجل متمسك ب 50، زي كمان حتة المدرب الأحمال هو اللي يجيه معاه مش إدارة نادي الزمالك اللي ترشح له حد. ده نادي الزمالك. بالنسبة للنادي الأهلي، منذ ساعات برضو قليلة مجلس إدارة نادي الأهلي بيقرر عودة شرط الكابتن إلى حسام غالي. كلنا طبعا فاكرين أنه تم تجريد حسام غالي من شرط الكابتن في ماتش حرس الحدود في الموسم الماضي بعد وقعته الشهيرة بإلقاء الشارع على الأرض وكده أو ركلها يعني. فمجلس إدارة نادي الأهلي النهاردة بيقرر عودتها، وكابتن حسام غالي هيظهر بقى في أول ماتش رسمي بعد عودته للكابتنة يوم 17 ديسمبر أمام نادي سموحة في الدوري، ويمكن كمان في ماتش دبي يوم الاربعاء الجاي بشكل ودي هيبقى برضه هو الكابتن. ويمكن القرار ده عامل حاله من يعني الفرح جوه لعيبه النادي الاهلي، خاصه عماد متعب اللي كان له دور. ايضا من ضمن اخبار النادي الاهلي، ايفونا المهاجم الجابوني هيغيب عن الماتشين بتوع دبي والصفاقسي التونسي بشكل رسمي لاصابته في الكاحل. احمد الشيخ بيغيب عن الوديه الاولى امام دبي، ويمكن يلحق بالصفاقسي. احمد فتحي بيغيب عن الوديتين، ورغم ان هو سافر مع الاهلي دبي لكن هو بيكتفي بالتأهيل فقط لغير. بعد كده بنخش بقى على منتخبنا الاولمبي، واللي عنده ماتش يوم الاربعاء ان شاء الله ماتش مهم جدا مع نيجيريا، نتمنى له الفوز فيه بثلاث نقاط عشان يحافظ على امل التاهل ان شاء الله المرحله بعد كده. كابتن حسام البدري قرر بشكل نهائي انه يعمل تعديلات جذريه في التشكيله يخوض بماتش نيجيريا بعد الثغرات اللي حصلت في التشكيل بتاع ماتش الجزائر. يمكن كابتن حسام هيرفع برام ربيعه بجوار رجب في الدفاع على حساب ياسر ابراهيم اللي كان غير موفق. بعد كده بيعيد محمد عادل جمعه لناحيه الشمال بدل محمد حمدي اللي مظهر برده مستوى مش كبير. بيحط محمد اشرف اللي كان متالق في الماتش اللي فات بجوار كريم ممدوح في الارتكاز، وهيكون قدامهم كهربا ورمضان صبح وندفد، ويمكن يريح او مش هيلعب اساسي مصطفى فتحي، وهيخوض محمد سالم بالهجوم بشكل اساسي او بشكل صريح يكون في مهاجم، لان طبعا يعني حته الفعاليه الهجوميه ما كانتش قدام الجزائر بشكل مقبول. بالنسبه للمنتخب الاول، حضرتك عارف ان فيه وديه المفروض ان شاء الله هيلعبها في يناير الجاي مع احدى المنتخبات الافريقيه، راجل عايز اي منتخب افريقي. النهارده يعني بيتقال انه في شيء باتفاق مع الجابون. انت عارف طبعا المنتخب الاول بيعاني من مشكله المعطيات الوديه بتيجي قبل الماتش بايام قليله او بساعات قليله بيتم الغائه، فالمهندس هاني ابو ريده بيتدخل المره دي ان هو يعمل ماتش مع الجابون. اعتقد اذا فشل محاولات الجابون هيتم تغيير الدفه الى المنتخبات العربيه، ويمكن برضو في الصوره بعض المنتخبات الخليجيه او العربيه زي عمان او الكويت ممكن يكون في او الاردن ممكن يكون في محاولات معاه. بالنسبه للالعاب الاخرى، كان في النهارده قرار قوي بين اتحاد المصارعه بحاله ملف كرم جابر الى النائب العام. اللاعب طبعا كان خد مبلغ 300 ألف جنيه من اتحاد المصارعه عشان يعمل معسكر خارجي في امريكا بالنسبه له، لكن بعد كده تم ايقافه من قبل الاتحاد الدولي بسبب مشكله المنشطات. فالاتحاد المصارعه بعت للاعب كذا مره او اكثر من مره عشان يرد الفلوس اللي خدها، لكن ما فيش رد، فحول النهارده ملف للنائب العام. من الاخبار كويسه بقى والاخبار اللي بتسعدنا كمصريين، كابتن محمد صلاح النجم روما الايطالي ويمكن فاكهه الكره المصريه حاليا، بيتم النهارده اختياره من ضمن افضل 100 لاعب في العالم وفقا لشبكه 442 الانجليزيه. ويمكن طبعا محمد صلاح زي ما انت فاهم او متابع انه بيقدم مستويات هائله مع نادي الايطالي. لكن عمرو ورده مهاجمنا برده الدولي في الدوري اليوناني بعد الوعكه الصحيه تعرض بيها وصيب بضيق في التنفس مؤخرا، هو خرج مستشفى، لكن كان له تصريح كده ان هو حالته مش جيده وحاسس ان هو مش كويس، فاعتقد ان هو هيتم اجراء فحوصات طبيه واختبارات طبيه ليه، واتمنى ان شاء الله التوفيق ويكون ان شاء الله اضافه للاعبين المصريين في الخارج ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذ حازم. شكرا.
كل شكر النقد الرياضي الاستاذ حاتم رضا من جريده اليوم السابع، كنت معك زميلي اشرف ممدوح، وعوده مره اخرى الى الاستوديو. بشكرك زميلي احمد عبد الهادي، وبشكر طبعا نقدنا الرياضي المميز الاستاذ حاتم رضا من موقع في اليوم السابع. ولو حضرتك تعقيب على اي اخبار من اليوم السابع. لا هو الحقيقه يعني مغطيين تغطيه جيده، ويمكن احنا في بوابه الاهرام الرياضيه يمكن برضو عاملين نفس التغطيه تقريبا، لان هي احداث مهمه. يمكن خبر محمد صلاح ان ضمن افضل 100 لاعب في العالم، ده خبر انا شايف انه مهم جدا ويجب القاء الضوء عليه، لان محمد صلاح هو فعلا فاكهه الكره المصريه حاليا. ويمكن اي خبر بنتكلم فيه حتى عندنا في بوابه الاهرام الرياضيه لما بنتكلم عن محمد صلاح بيعمل اعلى هيتس واعلى قراءات، لان فعلا هو اللاعب المميز دلوقتي عندنا هو فاكهه الكره المصريه. ان شاء الله نتمنى عودته بالسلامه ان شاء الله للملاعب وتالقه مره ثانيه. الحقيقه صلاح كان توهج في الفتره اللي فاتت في مستواه، وكان فارق كتير جدا جدا مع اسي روما ومع منتخبنا القومي ان شاء الله، وكل التوفيق للاعبينا في الفتره القادمه. عايز اروح مع حضرتك لنادي الزمالك ونتكلم شويه في نادي الزمالك، ولكن في موضوع يوم الثلاثاء ان شاء الله بكره باذن الله هيكون في الملتقى الثاني للشركات في مجال الصناعه الرياضيه، واعتقد ان مصر بتفتح ابوابها وزراعيها للاستثمار الرياضي، ودي نقطه مهمه جدا جدا استاذ عمرو الحقيقه بنتكلم عليها بقالنا فتره طويله جدا، وبنقول ان لابد ان يكون في افاق جديده للمستقبل للرياضه المصريه والمنظومه الرياضيه. حضرتك شايف الخطوه دي ازاي؟ لانه اعتقد ان في اكثر من 500 شركه ومؤسسه موجودين للاستثمار الرياضي في مصر والتسويق الرياضي، ودي اعتقد بدايه مهمة جدا جدا لوزارة الشباب والرياضة. الحقيقة دي فعلا دي بداية حقيقية مع الوزير المهندس خالد عبد العزيز للاستثمار الرياضي والتسويق، اللي هي الحاجة اللي كانت نقصانة فترة طويلة جدا. يمكن الرياضة المصرية تأخرت كتير جدا، ومعظم الأندية عندنا ملكيتها، واحنا عارفين الأندية عندنا احنا حالة خاصة جدا في العالم كله، معظم الأندية عندنا ملكية عامة، فبالتالي القوانين كمان بتكبل حركة الأندية وازاي تسوق نفسها وازاي يحصل نوع من الاستثمار الآمن. فالمشاكل دي كلها كان لابد ان نضع ايدينا على الحلول ليها. الحلول ليها بدات يعني بداها المهندس خالد عبد العزيز بهذا المؤتمر. المؤتمر ده انا شايف انه مؤتمر مهم جدا، يجب ان كل الانديه والاتحادات تشارك فيه وتستمع للاراء دي، لان دي الافاق الجديده للتغيير في المرحله الجايه. طب خلينا ناخد رئيس اللجنه المنظمه لهذا المؤتمر وملتقى الشركات في مجال الصناعه الرياضيه الاستاذ شادي زاهد، وهو المسؤول عن اللجنه المنظمه لهذا المؤتمر، ويقول لنا ايه اللي هيحصل ان شاء الله في المؤتمر بكره، وكيفيه استغلال هذا المؤتمر لتطوير الرياضه المصريه وصناعه الرياضه المصريه ان شاء الله في الفتره القادمه. استاذ شادي مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ الله يخليك يا رب. منور مصر يا استاذ شادي. منور بيكم، ربنا يخليك. يعني بكره الملتقى الثاني للشركات في مجال صناعه الرياضه، واعتقد انها خطوه مهمه جدا جدا لتطوير الرياضه المصريه ان شاء الله الفتره القادمه. يعني اسس التعاون مع وزاره الشباب والرياضه وما سيتم غدا ان شاء الله. بالنسبه للملتقى، يعني اهميه الملتقى هو في بحث سبل التعاون والاستثمار في مجال الرياضه في مصر مع الشركات العربية كلها. تمام. وفتح فرص الاستثمار في 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 مناطق معينة في مصر، سواء في الأندية أو في المنشآت الرياضية سواء الجديدة أو الموجودة. يعني وأتوقع إنه المجال ده لسه بكر في مصر. يعني مستغل، يعني لسه ما حدش استغله كويس. فبتوقع أنا حيكون فيه يعني إن شاء الله بإذن الله من الملتقى ده مردود وإيجابيات، يعني نتمنى ان هي تكون في مصلحه الرياضه المصريه. استاذ شادي، هل هيكون في تطوير للبنيه التحتيه مثلا عندنا في مصر في المنشات، كيفيه العمل على التسويق الرياضي، المقترحات اللي موجوده من خلال الشركات والمؤسسات اللي يعني هتتعاون مع وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله في هذا الملتقى غدا؟ بالنسبه للشركات، هي طبعا مجموعه شركات كبيره وكثيره على مستوى العالم العربي وعلى مستوى الشركات الاجنبيه الخاصه بالتسويق الرياضي والاستثمار في مجال الرياضه. اما بالنسبه للبنيه التحتيه، فاتوقع اذا المنشات حتكون جديده او في يعني في تطور جديد في حاجه، يعني مشروع جديد من مشاريع وزاره الشباب والرياضه في مصر، وهم عندهم ملفات كثيره قوي وفرص حلوه قوي جديده للشركات. فاتوقع حتكون من البنيه التحتيه الاساسيه للمشاريع دي، لكن من الموجود حنبدا نحاول نطور فيه زياده بالتعاون مع الشركات دي على مدى السنين الجايه ان شاء الله. هل في شركات او مؤسسات مصريه مشاركه؟
طبعا في 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 معرض على على جانب الملتقى بتشارك بالمعدات وبال وبالخطابات اللي هتقولها في الملتقى بالنسبه للجانب الاستثماري بتاعها والفرص اللي هي ممكن برضو تشتغل عليها. طيب النواحي التسويقيه يا استاذ شادي، هل 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 يعني هيكون في مقترحات جديده للتسويق الرياضي في مصر؟ لا دي حاجه خاصه المفروض بالوزاره هم يعيدوا صياغتها ثاني او يظبطوا لها ملف غير الاستثمار الرياضي ان شاء الله. استاذ شادي تمنياتنا بالتوفيق، وانا بشكر حضرتك جدا استاذ شادي زاهد رئيس اللجنه المنظمه للمؤتمر او الملتقى الثاني للشركات في مجال الصناعه الرياضيه. دي نقطه مهمه، يعني حتى الاستاذ عمرو الدرديري شايف انه مهم جدا جدا بدايه تطوير صناعه الرياضه في مصر في الفتره القادمه، لانها البدايه لانطلاق او افق جديده في مستقبل الرياضه المصريه ان شاء الله الفتره اللي جايه. طبعا صناعة الرياضة أصبحت صناعة في العالم كله. إحنا يمكن اتأخرنا كتير في الفترة اللي فاتت، لكن أنا شايف أن دي البداية الحقيقية. لكن جانب البداية الحقيقية لابد أن يكون في تشريعات تسند الكلام ده، لأن بدون تشريع يسند المسائل دي للأندية والهيئات بتاعتنا، لأن إحنا برضو عندنا الأندية والهيئات التشريعات بتاعتنا ما زالت فقيرة وقديمة. أعتقد قانون الرياضة الجديد ما عرفش أنا هو عالج الجزئية دي بالذات أو لا، أكيد عالجها، لأن مش معقول هنعمل قانون في 2015 ومش هنعالج فيه الأوجه القصور اللي عندنا والمشاكل اللي عندنا الحقيقية. وأوجه القصور الحقيقية عندنا هي التسويق والماركتينج للمسألة الرياضية. طيب أروح مع حضرتك لنادي الزمالك بقى، والأخبار داخل نادي الزمالك حقيقة ناس كتيرة في مشاكل، يمكن الأستاذ أحمد مرتضى منصور من شوية قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك طبعا بجانب المدير الفني بيقول إنه في ناس الفترة اللي جاية بتحاول إيقاع نادي الزمالك، أو إنه يبقى في مشاكل وإثار فتن داخل نادي الزمالك، منها مشكلة باسم مرسي، منها تضامن بعض اللاعبين معاه زي كوفي إسلام جمال، دي بعض المشاكل اللي ممكن يعني تؤرق أحلام جماهير نادي الزمالك الفترة اللي جاية. أنا عايز أقول، حضرتك شايف ده إزاي؟ أنا عايز أقول إن طبعًا ربنا يكون في عون جمهور نادي الزمالك، لأنه لما شايف فريقه بطل دوري وبطل كأس في الموسم الماضي، ويشوف إن فريقه السنة دي المدرب فجأة يهرب ويسيب النادي، فبالتالي ده بينمن عن إن في مشكلة، وفي مشكلة حقيقية. إحنا في فترة إيقاف دوري وفترة التوقف دي المفروض أي فريق بيبني نفسه من جديد وبيعدل من خططه ومن شكله ومن إعداده من جديد وبيستعد جيد للفترة الجاية. في الوقت اللي النادي الأهلي الغريم التقليدي جاب مدرب وأصر عليه مجلس إدارته وبدأ يرتب الأوراق وبدأ يعمل معسكر ناجح في دبي، حتى الآن نادي الزمالك ما زال في نوع من اللغط، ما فيش مدرب، ما عندوش مدرب، ودي في حد ذاتها مشكلة طبيعية. لسه بيفكر في المعسكر هيقام أو مش يقام، ودي برضو أيضا مشكلة. لكن أنا يعني عندي أمل كبير جدا في المستشار مرتضى منصور إن هيقدر يستوعب الكلام ده ويعيد ترتيب الأوراق بسرعة، لأن يمكن هو عودنا في الفترة الأخيرة إنه قادر على استيعاب المشاكل دي بسرعة، وقادر على زرع روح الحب والانتماء وروح النظام داخل الفريق. أتمنى إن البداية تكون بداية حقيقية بعد إن شاء الله ما يوفق في انتخابات البرلمان بتاعته. طيب. عايز بس أسف في الحتة دي حتة صغيرة، إن مشكلة المدير الفني إذا اتحلت أعتقد إن كل المشاكل التالية هيتم حلها بسهولة. حتة إن لاعب يعني يخرج عن القواعد أو عن النظام دي طبعا مسألة إدارية بحتة، ويجب ان الجهاز الاداري هو اللي يتدخل وهو اللي يقول كلمته. ويمكن هم النهارده اقروا عقاب او عقوبه لباسم مرسي نتيجه خروجه عن يعني النظام اللائحي داخل نادي الزمالك، وغرامه 350,000 جنيه. والاستاذ احمد منصور شايف عضو مجلس اداره الزمالك شايف انه يعني ده من حق الاداره ومن حق مجلس اداره او الجهاز الاداري داخل نادي الزمالك انه يوقع عقوبات على اللاعبين اذا لم يلتزموا به اللائحه داخل نادي الزمالك. هو حق مجلس الإدارة تماما، لكن أنا برضو عايز أقول أن أنا متعاطف مع باسم مرسي. هو لاعب ولاعب صغير، وهو في نفس الوقت كون أن النهاردة في عصر
الحريات وعصر ان الناس تتكلم وفيسبوك وتويتر وكل الناس بتتكلم في اي مجال. انا شايف انه ده يعني المفروض نادي الزمالك يعني ما يشددش قوي على يمكن انا طالبت الحقيقه بشكل كمان شخصي انه يعني يتم احتضان باسم مرسي في هذه الفتره، لان الحقيقه في ازمه بيمر طبعًا. بازمه خاصه عدم التهديف ده بالنسبه لواحد هداف او لاعب هداف بيسبب له ازمه عليه كتير. بالتاكيد اتمنى ان شاء الله انه يتم احتضان باسم مرسي الفتره الجايه مع تطبيق طبعا اللوائح، لان دي بالتاكيد بتؤدي لنجاح في النهايه. تطبيق اللوائح بالثواب والعقاب بتفرق كتير جدا. وانا عايز اشيد بتصريحات احمد مرتضى منصور، الحقيقه كانت تصريحاته عقلانيه جدا مع حضرتك، واتكلم كلام محترم جدا، وقال ان هو نادي الزمالك هو اللي بيصنع اللاعبين مش العكس، وقال ان في حاله حب ما بين باسم مرسي وما بين نادي الزمالك، وان الموضوع هيصير في اتجاه في اطار حب، يعني اطار من الحب والتعاون، والموضوع مش هيكون فيه مشكله. طيب اروح مع حضرتك للمدير الفني. شايف المدير الفني، يمكن كان عندنا تقرير النهارده من نجوم نادي الزمالك السابقين ومن جمهور نادي الزمالك، والجميع او كلهم اجمعوا على انه المدير الفني القادم غالبا هيبقى بشكل كبير مدير فني اجنبي، ودي تصريحات الاستاذ احمد مرتضى منصور برضو انه خلاص القرار هو مدير فني اجنبي يمتلك شخصيه قويه، شخصيه قياديه، بجانب طبعا السيره الذاتيه المحترمه. يمكن استقروا في النهايه، هل لدى حضرتك اسماء معينه او اسم معين استقر عليه مجلس اداره نادي الزمالك؟ اعتقد ان حتى الان الاقرب باكيتا البرازيلي، لانه باكيتا السيره الذاتيه بتاعته كويسه جدا. يمكن الخلاف ما بين مجلس الاداره او المفاوضين من نادي الزمالك مع باكيتا هو خلاف على الامور الماديه. لو اتحسم خلال الساعات القادمه اعتقد انه ده يتحسم، هيكون هو باكيتا الاقرب. لكن في اكتر من اسم مطروح على مائدة الاجتماع، يمكن في اجتماع خلال 48 ساعة القادمة، يعني اعتقد بعد الانتخابات ان شاء الله هيكون في اجتماع هيتم حسم فيه الامر. لكن لما هيتم حسم الامر اعتقد بعد الاجتماع بساعات قليلة هيكون المدرب في مصر وهيبدأ خطوات عمله. هو باكيتا طالب يعني خبير احمال خاص بي، بعيدا عن ماركو اللي موجود حاليا، هو عايز خبير احمال خاص بي شخصيا، هو مرتبط بي. ويمكن كانت توجهات نادي الزمالك ان يعني اللي يكون معاه مدرب واحد فقط، مش اكتر من مساعد اجنبي. نادي الزمالك رافض تماما مع الجهاز المعاون نادي الزمالك واداره نادي الزمالك حاسمه في هذا الامر بانه ما فيش اي اداريين يكونوا كتير اجانب مع المدير الفني اللي جاي، وهم استبعدوا تماما المدرسه البرتغاليه، والتركيز هيكون غالبا على المدرسه الفرنسيه او الالمانيه او البرازيليه، وغالبا البرازيليه هي النصيب الاكبر المرشح ليها باكيتا، ماركوس باكيتا بالتاكيد. اعتقد هو الاسم الاعلى حتى الان. طيب شايف ان الوقت قدامه يعني لسه متاح انه يتعرف على امكانيات لاعبين، ولا هيساعده بشكل كبير جدا الجهاز المعاون؟ الجهاز المعاون طبعا هيكون ليه دور، ودور مهم جدا، لكن الوقت طبعا المتاح انا شايف انه لا مش كبير. ممكن معسكر دبي لو قدر طبعا نادي الزمالك يتعاقد مع مدير فني في الوقت الحالي قبل معسكر دبي ممكن يفرق بشكل كبير جدا طبعا. بس برضو حتى لو معسكر دبي برضو المدرب محتاج وقت، محتاج اي مدرب جديد محتاج على الاقل شهر عشان يبدا يستوعب كل الامكانيات اللعيبه بتاعته، ويقدر يعيد ترتيب الاوراق، ويقدر يعيد تنظيم الفريق من جديد، لان خصوصا ان كل مدير فني ليه وجهه نظر مختلفه، فبالتالي المساله محتاجه وقت لغايه ما يحفظ اللعيبه هو المطلوب منهم بالظبط وتحركاتهم في الملعب. طيب اروح مع حضرتك للنادي الاهلي قبل ما نروح لقضيه الجماهير النهارده. شايف النادي الاهلي معسكر النادي الاهلي اعتقد في دبي معسكر ناجح، بنغطي الحمد لله هنا في قناه النهار الرياضه لكل جماهير النادي الاهلي العاشقه طبعا النادي الاهلي كواليس طبعا. يوميه دقيقه بدقيقه داخل المعسكر، واعتقد انه حتى الان هو معسكر ناجح 100%. الراجل بيسير وبيشتغل براحته جدا، بيتعرف على امكانيات وقدرات اللاعبين اللي ما قدرش يتعرف عليها الفترات اللي فاتت، واعتقد انه هيخرج من المعسكر ده بلاعب او اتنين ممكن يشاركوا في الفترات اللي جايه ما كانوش بيشاركوا قبل كده. حضرتك شايف المعسكر ازاي، وشايف كمان اعاده الاشاره لحسام غالي من المهندس محمود الطاهر في الفترة القادمة ازاي؟ طبعا معسكر النادي الاهلي هو معسكر فعلا ناجح، توقيته توقيت مهم جدا، مدة المعسكر مدة مريحة جدا، دي فرصة كويسة جدا للمدير الفني باسيرو ان يبدأ يدرس لعيبته ويشوف لعيبته كويس ويتعرف على الامكانيات الحقيقية. اعتقد ان المعسكر والمباريات اللي هتؤدى مباراة في الممكن، مباراة الصفاقسي هتكون هي اعتقد الاهم. هو ابتدى
يبدأ بدبي الإماراتي الأول دبي ثم الصفاقس إن شاء الله. اعتقد مباراتين متدرجتين مهمين للفريق. اعتقد النادي الأهلي هيرجع من المعسكر ده باستفادة كبيرة جدا. الجهاز الفني هيكون استوعب كويس جدا امكانيات لعيبته وهيقدر يوظفهم بشكل افضل من الفتره ما قبل التوقف الدوري. بالنسبه لحسام غالي فهو حسام غالي انا شايف ان هو من افضل اللعيبه اللي كانوا في الفتره الاخيره في الكره المصريه. رغم كبر سن حسام غالي لكن هو بيؤدي بشكل اكثر من رائع في المباراه الاخيره. حسام غالي هو رمانه الميزان حاليا في اداء النادي الاهلي. كون ان حسام غالي تتسحب منه شارة الكابتن، لما تسحبت منه شارة الكابتن فهو كان النادي الأهلي ساعتها على حق، لأن تصرف حسام غالي في مباراة حرس الحدود كان لا يليق بمبادئ وأخلاق النادي الأهلي، فبالتالي تم سحب منه الشارة. لكن حسام غالي أعتقد أنه هو نفسه استوعب الدرس وهو نفسه بدأ يعود، حتى لما في مباراة حرس الحدود ألقى بشارة الكابتن وشاطها برجله كان مستواه حتى أقل من الآن. لا، حسام غالي بدأ يستوعب الدرس وبدأ يعود لمستواه، بدأ يتمرن بشكل أفضل وبدأ يؤدي بشكل أفضل في الملعب. حسام غالي بدأ يعود للملعب بشكل جيد، بدأ علاقته بزملاته أعتقد تتحسن تدريجيا. لا، في اختلاف كبير جدا. قرار المهندس محمود طاهر في هذا التوقيت بعودة الشارة لحسام غالي أنا شايف أني قرار يصب في المصلحة العامة ويصب في مصلحة استقرار الفريق اللي بدأ في الفترة الأخيرة. إن شاء الله النادي الأهلي يرجع موفق وتكون المنافسة جيدة في بطولة الدوري مع نادي الزمالك البطل. أتمنى أن تكون المسألة أفضل من كده، وأتمنى أن أندية أخرى تدخل زي الإسماعيلي زي المصري زي دجلة والمقصة في أندية ماشية بشكل جيد، لأن إحنا الدوري المصري الحقيقة الدوري الوحيد اللي دايما بنتكلم بلغة أن عندنا أحسن فريق حصد بطولات في العالم، عندنا مش عارفه الدوري عندنا ضعيف. فلا، أنا أتمنى أن بعيدا عن الأهلي والزمالك لا تكون في فرق أخرى تدخل صراع المنافسة ونشوف أبطال جدد ونشوف فرق جديدة، لأن ده هيصب في مصلحة كرة القدم في مصر. تغيير المدربين في الفترات اللي فاتت الكتير، يمكن 7 مدربين أعتقد ما بين إقالة واستقالة في 6 أسابيع، أكتر عدد المدربين أكتر من عدد الأسابيع اللي اتلعبت حتى الآن، شايف ده إزاي؟ والله ده ظاهرة إيجابية ظاهرة سلبية. دي كارثة الكرة المصرية. كارثة الكرة المصرية هي إقالة المدربين بدري، ودي يمكن مش كارثة الكرة المصرية فقط، ولكن دي ظاهرة موجودة في الكرة العربية بشكل عام. يمكن أنا من كام يوم كنت بستعرض نادي أرسنال مثلا الإنجليزي، وشفت قد إيه مدربه أرسن فينجر قد إيه بقاله مثلا 19 سنة بيدرب الفريق. الفريق أرسنال كسب كم بطولة في 19 سنة؟ على صابع يتعدوا على صابع الايد الواحده، ومع هذا مستمر، ومع هذا الفرقه شغاله، ومع موجود، ومع هذا بينافس، ومع هذا بيلعب. يعني اقصد المساله اللي بيحصل عندنا ده من مقصله للمدربين لمجرد مباراه او اتنين، اللي بيحصل عندنا وفي الكره العربيه بشكل عام ان ما فيش مدرب يقعد اكتر من 18 شهر، ده بنشوفه في دوريات مجاوره لينا. يعني باكيتا ده نفسه البرازيلي اللي هيدرب اللي مرشح يعني لتدريب مرشح لتدريب الزمالك، ده قعد 18 شهر ودي اكبر فتره على الاطلاق في نادي اهلي جده. ده طبعا كلام صعب جدا وكارثه الكره العربيه والكره المصريه بشكل عام. اتمنى ان الانديه تنظم نفسها، واتمنى ان ادارات الانديه تبطل تحمل النتائج على المدربين او على اللعيبه، وكل واحد يبقى عارف مسؤولياته. والخسارة مش معناها فشل، لا، الخسارة لها معاني أخرى كتير وهي مكاسب في أشياء أخرى. أتمنى أن نتعلم الكورة والرياضة الحقيقية، لأن عودة الروح الرياضية الحقيقية وعودة الفهم الرياضي المفهوم الرياضي الحقيقي أعتقد ده المكسب في الفترة الجاية. طيب أروح معاك لنقطة أخيرة وهي عودة الجماهير الفترة القادمة. رأي حضرتك بما يعني المهندس خادم عزيز وزير الشباب الرياضة ودكتور أشرف صبحي الفترة اللي فاتت بذل مجهود كبير جدا في الحوار المجتمعي، بداية من الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم اجتماع مع رؤساء الأندية الشعبية، ثم بعد ذلك رؤساء الأندية الباقيين من الأندية الدوري، ثم بعد ذلك النقاد الرياضيين والإعلام الرياضي، ثم جماهير كرة القدم. شايف الخطوات ماشية بشكل جيد، خاصة أنه مش شايف حقيقة على الجانب الآخر تجهيزات في ملاعبنا، يعني الملاعب مفيش كاميرات، مفيش بوابات إلكترونية، لسه مفيش
التجهيز للملاعب. هي بكل أسف الملاعب بتاعتنا لسه الاشتراطات اللي طلبتها النيابة بعد أحداث مباراة بورسعيد الدامية لم تتحقق حتى الآن في الملاعب. معظمها ما تحققش، مش هقول كلها لكن معظمها ما تحققش، ودي أزمة عندنا. لكن مسألة عودة الجماهير فهي عودة مهمة جدا. جمهور كرة القدم لابد أن يعود. كرة القدم بدون جمهور في مصر أعتقد على مدار سنة أو سنتين كمان هتنتهي كرة القدم وهتنتهي شعبيتها، وده كلام مش مظبوط. مصر بما ليها وبما عليها وبما لها من تاريخ كبير، والداخلية المصرية والشرطة المصرية بما لها من قوة، ازاي في مصر وغاية دلوقتي ما نقدرش ننظم مباراة بجمهور؟ ده كلام طبعا بعيد كل البعد عن الحقيقة. احنا لابد ان نعود. ما عندناش قانون شغب استاذ عمرو برضو، يعني الداخلية الحقيقة دايما دايما مظلومة في تصديرها في الامور كلها. يعني انا من وجهة نظري الداخلية مظلومة في الموضوع. الداخلية بتتعامل مع الخارجين على القانون وليست مع اي حد مع القانون. عمرها ما هتتعامل مع واحد داخل الاستاد وداخل باحترامه او داخل، مش هتتعامل معاه بالتأكيد يعني، او ما شفتش حد دخل الاستاد بشكل جيد وبتذكرته وبوضعه الحقيقي واشتكى من الداخلية. طبعا لا يمكن ده هيحصل. لكن انا بتكلم على بتاريخنا العريض وبالداخلية بتاعتنا الكبيرة العظيمة دي، وفي الاخر ما نعرفش ننظم مباراة. ده شيء ضدنا مش علينا. لا، يجب ان يعود الجماهير تحت اي ظرف من الظروف، وان شاء الله احنا قادرين على تنظيم المباراة وخروجها بشكل جيد. مش معنى حادثة او اتنين ان احنا ما نقدرش على تنظيم، لا ده كلام مش صحيح. مصر قادرة والداخلية قادرة والأندية نفسها قادرة، احنا قادرين، والجمهور المصري نفسه لابد ان يعي هذا الدرس، ولابد ان الروابط ألتراس وغيره انها تعي هذا الدرس وتفهم كويس جدا قيمة مصر وقيمة حضور المباراة في مصر وقيمة انها تحضر ازاي المباراة بدون اسفاف وبدون خروج عن القانون. لما يطبق على الجميع استاذ عمرو اعتقد هيكون في التزام كبير جدا جدا من الجميع، وده شفناه في كل الدوريات في العالم، مش في الدوريات الاوروبيه فقط، حتى في الدوريات العربيه. الامارات النهارده، السعوديه، لما بتطبق قانون الكل بيلتزم. احنا عندنا غابه من القوانين، وعندنا قوانين تحد من اي شيء، لكن المشكله عندنا عدم تطبيق القانون على الجميع. لكن ان شاء الله اذا ده تم تطبيق القانون ان شاء الله دوله القانون هي الوحيده القادره على اخذ الرياضه المصريه لمكانتها الطبيعيه، والقادره على ردع اي جمهور يخرج او يحدث شغب في اي مباراه. طيب خلينا نروح لمصطفى من الفيوم، يعني بالتاكيد هيشارك معانا في مسابقتنا النهارده. لسه فاكر مصطفى؟ مساء الخير مصطفى، يا ريت توطي التلفزيون بس عشان اعرف اسمعك وتسمعني. يا غيرت منظوف أشرف، ازيك عامل ايه؟ يا غيرت أشرف، اخبارك ايه يا مصطفى؟ كله تمام؟ انت عرفت مين نجم مسابقتنا النهارده ولا لسه؟ لسه والله لسه. طب يعني دقيقه بالظبط وان شاء الله هتعرفوا معانا مين، لانه مهم جدا حاجه مصطفى انه يعني الشباب اللي في سنك يتعرفوا ان شاء الله على نجوم الجيل الذهبي من الاجيال. استاذ عمرو، جيل النادي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والترسانه، اجيال الحقيقه اعطت للكره المصريه بشكل كبير جدا. معانا على الجانب الاخر الاستاذ مصطفى من سوهاج. استاذ مصطفى اتفضل. والله انا عاوز اسال سؤال. اتفضل يا فندم. اصابات النادي الاهلي في الفتره الاخيره كثيره ليه؟ نعم، اصابات اصابات النادي الاهلي يعني. شفنا الشيخ وشفنا اوغونا وبعدين الاصابات دي على طول يعني في النادي الاهلي بالذات، يعني مش عارف هل الجهاز الطبي فيه تقصير في الجهاز الطبي ولا يعني عاوز سبب يعني للاصابات الكثيره دي في النادي الاهلي. والله يا استاذ مصطفى عند حضرتك حق، ويمكن حتى في الموسم الماضي برضو كان اصابات في النادي الاهلي كانت كتيره جدا، وعدد الاصابات كان كتير جدا، وتم تغيير الجهاز الطبي. اعتقد دكتور ايهاب علي رحل عن الجهاز الطبي. طيب انا هرد على حضرتك مع الاستاذ عمرو في ده، ولكن حضرتك عرفت نجم مسابقتنا النهارده مين؟ يعني بس الو استاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل استاذ مصطفى. حضرتك عرفت نجم مسابقتنا النهارده مين؟ كابتن طه بصري. طب خليك يعني معانا دقيقة بالظبط وحضرتك هتتعرف ان شاء الله على نجمنا النهاردة.
استاذ عمرو حضرتك شايف يعني رد على السريع موضوع على الاصابات؟ موضوع الاصابات فعلا موضوع مزمن، لكن هو الحقيقه انا يعني بعفي الاجهزه الطبيه من مساله الاصابات، لكن هي مساله الاصابات من تلاحم المواسم. احنا عندنا مشكله بقى لنا اكتر من اجهاد بدني، اجهاد بدني، فطبعا اي لاعب ايا كان هو قوته عضلاته مش هتستحمل الإجهاد وتلاحم المواسم والمباريات المتتالية اللي احنا بتحصل عندنا. ويمكن معظم المدربين الأجانب اللي جم كانوا مستغربين جدا لحالة الدوري المصري والضغط المباريات اللي فيه، فدي حاجة هي النادي الأهلي بيتحملها بشكل أكبر، لأنه النادي الأهلي بيلعب ماتشات أكتر، لأنه هو بيشارك في إفريقيا وبيشارك في البطولات العربية وبيشارك فبالتالي لعبته مجهدة أكتر لأنه ما بيلعبوا أكتر، فالاصابات عندهم اكتر. طيب خلينا ناخد على الجانب الاخر استاذ سيد من الشرقيه. استاذ سيد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك اشرف، بس على حضرتك وعلى الاستاذ عمرو. ربنا يخليك يا سيد، اتفضل. حضرتك عرفت نجم مسابقتنا النهارده مين؟ والله يعني في حاجه ثانيه بحب اقول لحضرتك عليها وللاستاذ عمرو. اتفضل حضرتك، انا عندي حل موضوع عوده الجماهير. تمام، اتفضل بس سريعا ارجوك اتفضل. وعندي حضرتك حل لمشكله اللعيب الواقع اكتر من نادي، وعندي فكره هتغير كره القدم في العالم كله. اتفضل سريعا، اتفضل سريعا استاذ سيد. انا ممكن احكي لحضرتك حاجه في موضوع الجماهير؟ طب يعني بس سريعا عشان وقتنا، اتفضل. طيب حضرتك بالنسبه لموضوع الجماهير، اول حاجه في الفكره ماشي يا استاذ اشرف، اول حاجه في الفكره موضوع التذاكر، المفروض التذاكر دي هتتباع على مستوى المحافظات. تمام، وهتبقى مش ارقام مسلسله، يعني مثلا هنقول مثلا من الشرقيه مثلا من 1 ل 5، من 50 ل 55، من 95 ل 100، من اسكندريه من 5 ل 10، من 55 ل 60، من 100 ل 105، من القاهره مثلا من 15 ل من 10 ل 15، من 65، من 100 ل 105، وهكذا. ايه تمام. يعني ما فيش ارقام مسلسله، بحيث ايه ان انا ما يكونش في جماعات اللي هي بتبقى عندها افكار متشدده او اللي هي بتبقى متعصبه تبقى كلها متجمعه في مكان واحد وتعمل ايه الشغب. تمام. وعندي في حضرتك في تكميل في الدخول، موضوع الدخول وموضوع في المدرجات، وعندي يعني الفكره حضرتك ببساطه هتبقى امنه وممتازه جدا، وتامن جمهورنا في المدرجات. استاذ سيد يعني انا عارف ان حضرتك عندك افكار كويسه، ونتمنى انه يعني ان شاء الله في الاعداد هيتواصلوا مع حضرتك وتقول لنا اكتر الافكار، وان شاء الله يبقى لنا مداخله مره تانية. ولكن حضرتك تعرفت على نجم مسابقتنا النهارده حضرتك، حاجه بسيطه بس. اتفضل 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 حضرتك سيد. هقول لحضرتك على ثلاث مباريات بس في الطريقه الجديده اللي انا عاملها وحضرتك، وما ثلاثه فوز، مباراه الاهلي حضرتك والزمالك في نهائي الدوري، ومباراه الزمالك والاهلي في الكاس اللي الزمالك خد فيها الكاس، ومباراه الاهلي وبتروجيت اللي الاهلي فاز فيها 3-1. طبعا الثلاث مباريات بالفوز. تمام، واضح ان في خطا في الاتصال او الاتصال قطع للاسف الشديد، وقتنا ضيق. انا بشكرك جدا استاذ عمرو، حقيقه يعني حضرتك نورتنا، واتمنى دايما وجود وتشريف حضرتك معايا هنا. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اشكرك. يعني خليني اروح لنجم مسابقتنا النهارده لسه فاكر، هو الكابتن رفعت الفناجيلي. الكابتن رفعت الفناجيلي واحد من نجوم ورموز النادي الاهلي ومنتخب مصر على مدار تاريخه، لقب القائد المحنك المدفعجي الخبير. حصل مع النادي الاهلي على 7 بطولات للدوري، 6 بطولات لكاس مصر، حصل مع منتخب مصر لاكثر مع في اكثر من 17 عام من 53 ل 70 ثلاث دورات اولمبيه، ونجح في الفوز بالمركز الرابع مع المنتخب الاولمبي او المنتخب القومي في دوره طوكيو 64، حصل على لقب احسن مدافع في دوره روما الاولمبيه عام 60، قرر الاعتزال عام 67، ومنحه المشير عبد الحكيم عامر رتبه ملازم، وتم منحه لقب نجم عام 60. عمل بالتدريب في نادي دمياط عده مواسم، ولكن الامكانيات الماديه لم تمكنه من تحقيق الكثير، وقرر ترك العمل في الرياضه المصريه عام 79. الحقيقه واحد من نجوم ورموز كره القدم المصريه، يعني اتمنى تكونوا تابعتوا معانا نجمنا النهارده وتابعتوا حلقتنا. بشكركم، بشكر في النهاية نقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عمرو الدرديري، بشكر رئيس تحرير إسلام صادق، في الإعداد نوع عباس، شيرين شوقي، مصطفى عادل، مخرجتنا الجميلة سارة سليت. استنونا بكرة إن شاء الله الساعة 6 صحافة النهار.